السلام عليكم، انا الدكتوره منال نور الدين، طبيبه مختبر في مستشفى المواساة الجديد بمناسبه اليوم العالمي للتبرع بالدم. في كتير من الناس بتخاف من فكره التبرع بالدم، بتبقى خايفه جدا لما تروح يطلب منها انها تتبرع بالدم. انا عايزه اطمن الناس دي ان فكره التبرع بالدم دي فكره مش سيئه على الاطلاق. هو صحيح اجراء تطوعي، لكن لازم تبقى عارف او تبقي عارفه لما هتروحي بنك الدم قبل اي اجراء هيتم عمل شويه فحوصات للاطمئنان على صحتك او صحتك قبل ما تقوم تتبرع بالدم، بالاضافه ان انت هتساهم في انقاذ حياه ارواح كتير من الناس والمرضى اللي محتاجين نقطه الدم اللي انت هتتبرع بيها. كتير من الناس متعرفش ان التبرع بالدم ليه فوائد كتيره، منها تنشيط الخلايا الجذعيه بالدم لانتاج خلايا جديده بالدم، الوقايه من الجلطات القلبيه، الوقايه من السرطان، واهم حاجه زي ما اتفقنا ان انت بتساهم في انقاذ حياه كتير من المرضى. فانا بنصحهم دايما ان انتوا تتبرعوا، تبرعوا تصحوا. شكرا جزيلا.